القصه بتاعت الفوز بقى والناس كلها اللي بتتكلم عنها هي الفكره في حاجه واحده بس. اول ما بتقابل اي واحد وتبص في وشك بتبص على ايه؟ اول حاجه بتقابلك في وشك منهوز على طول كده. تمام؟ عشان كده دايما اي واحد ساعه ما بيبص على اي واحده كده يقول لك اصلا ده تعريف النوز. هي عباره عن دايما على الاكسترا ميد لاين بروجكشن، يعني البروز اللي طالع من الوش. يا سبحان الله حاجه هي كده هي بتتكون تحس انها عايزه انها تطلع لقدام تطلع لقدام لحد ما في حاجه توقفها. خلاص؟ حتى في ناس كده امها تقول لك ايه، انا نايمه على وشي عشان ما تكبرش، انا نايمه على وشها عشان ما تكبرش. ولما يكون عايز مثلا راسه يقول لك طب انا هنايم كده على وشه، لما يكون راسه طويله شويه فكرين ان ده هيضغطه يعني. ما بتحصل ما بتحصلش. فده هو التعريف بتاع النوز عموما يعني. خلاص؟ دي الاناتومي بتاعنا. النوز فيها بون وكارتريدج. خلاص؟ دي حاجه سهله جدا. المشكله كلها عندنا في المنطقه دي. خلاص؟ عشان الناس دايما مفكره انا ما بشتغل تجميل النوز بشتغل هنا بس، لا انا عندي المشكله في المنطقه دي. وزي ما الدكتور مصطفى سمعتكم امبارح بيقول لكم حته ان انا ارفع التب بتاعت النوز بالبوتوكس يعني مش حلوه خالص. تمام؟ يا تشتغل ثريدز يا تشتغل فيلر، وده صعب. انا عندي فيه بون وعندي الايه الكارتريج مثلا. ده البون هنا الجزء الصغير اللي هو في الاخر هنا ده. تمام؟ نكمله بعد كده. الاناتوم بتاعنا بيتكون من ايه؟ ادي النزل بون لاتر الكارتريج هنا وادي السيبتم في النص. ماشي؟ مش لازم تعرفوا الحاجات دي قوي، بس اعرفوا ان دي اسمها كولوميلا والتب بتاعتنا وادي الايه لو زانوس. عشان بس لما نيجي نتكلم نقول احنا بنحقن فين وازاي. تمام؟ ده الاناتوم بتاعنا برضو ادي البون لحد هنا والباقي ده كارتريج موجود هنا كده. وادي تحت هنا كده ده مهم قوي. دي المقاييس بتاعتنا كده لما باخد المقاس دايما. دي النيرفز ويتس ده الايلر بيز بيتس من هنا لهنا يعني للناس المهتمه شويه لو عايزين يعرفوا. دي انواع النوز المختلفه عموما اللي موجوده ناتشرال يعني بنلاقيها فريسز مختلفه. ده جريس شايفين بولتد هنا. واهم حاجه المنظر ده في حاجات دايما صعب ان انا اشتغل فيها يعني ما اعرفش احط ايدي فيها. خلاص الهامب اللي هنا دي عالي شويه مع الكيف الموجود لكن البروجكشن هنا كويس. ده مين الهوك؟ عارفين هوك يعني ايه؟ طف ده النوبيان. شايفين بوينتد قوي والانجل اللي هنا عامله ازاي؟ فخلي بالك عشان ما تيجي تحقن فيلر هنا ما هوش سهل لان انت عندك فيه زي امبريلا موجوده فوق. خلاص؟ دي الرومان في مشكله هنا التلبست نفسها والهامب اللي هنا البريزت نفسه عامل هامب هنا. السناب دي ما شاء الله يعني عامله زي بتاعت مين؟ الفيلم ايه عموما يعني لو اشتغلت بره شفت الفيلمات تقريبا ما عندهمش نوز اصلا. تحس ان دي نايمه على وشهم كده. خلاص؟ بعد كده ترن اب يعني دي جايه كده. ايه اللي يفرق دي عندي هنا؟ ان هنا الهامب طلعت فوق وهنا نزلت تحت. ودي الطب طلعت لفوق. ونخلي بالي عشان لو حققت هنا فيلر ولا حاجه هيبص يلاقيها ايه؟ بقت شكلها مش ظريف خالص. فدي تتحقن او تتعمل ثريدز من هنا والثريدز هنا هتخش من ليفل ورا شويه عشان ما ترفعش الطب بتاعتي. يعني ايه الفكره ان انا برفع ولا انت بصي المريضه جايه شكلها ايه؟ احنا بنتكلم ده ناتشورالي موجود اصلا. غير بقى الحاجات الثانيه اللي احنا هنيجي نشتكي بقى هنقول الواحد يشتكي الطب دولت كبيره شويه. لا دي عاليه مناخير مين مش عارف ايه هتلاقي الشكاوى مختلفه. في حاجه مهمه بقى بالنسبه للنوز. هو الكلام ده مش هتلاقوه موجود في الكتب. خلاص النوز لما اجي ابص عليها لازم اخلي بالي من حاجه مهمه. واحده تيجي تقول لك انا النوز بتاعتي كبيره. في واحده هشتغلها واحده مش هشتغلها نوز خالص. يعني واحده هشتغل لها على النوز واحده ثانيه مش هاجي ناحيه النوز اصلا معناها هي اللي كبيره. فما اجي ابص على النوز واحده بتقول لي النوز كبيره ابص على ايه ثاني؟ رقم اثنين رقم واحد هبص على التشيكس بتاعتي كويسه ومليانه ولا سلوبنج نازله لتحت. تمام؟ مهم قوي. طب لو واحده قالت لي النوز بتاعتي كبيره وبصيت على التشيكس لقيتها سلوبنج وفاضيه. لا هي مش مناخيرها كبيره هي الخدود عندها هي اللي ضايعه فبانت مناخيرها كبيره. فلما احس ان التشيكس النوز تتحسن معايا. تمام؟ دي حصلت معايا كتير. بنت دخلت تقول لها يا دكتور انا عايزه قلت لها لا ما ينفعش حتى لو عمليه مش هتحسن. قالت لي اه انا رحت التجميل ورفضت. وفي ناس بتشتغل وخلاص فاهمه؟ في واحده ثانيه جت مصممه تعمل قدامها ما ينفعش فيها جراحه. مصممه وراحت عملت وشالت جزء من الكارتج من هنا ومن هنا ومن هنا مناخيرها بقى شكلها اسوء من الاول. ما سمعتش الكلام ومن اغلى العمليات اللي موجوده هي عمليات النيسوبلاستي. اقل حاجه يعني لو الدكتور كرمك شويه من 60 ل 70,000 جنيه دلوقتي. بتعدي 120 150,000 جنيه. تمام؟
غاليه. تاني حاجه هبص عليها النوزه نفسها، النوزه نفسها هبص على السنتراليزيشن بتاعها، مظبوطه قدامي سنتراليزد في الميد لاين؟ لا. 99% من الناس عندهم نزل ديفيشن، انا بتكلمش على سيبتا، بتكلم عن النوزه نفسها. النوزه الان مرحله سنه صغيره بس مش واضحه ومش عامله مشاكل، دي باخد بالي منها ساعات لما باجي احقن الجناب او كده، عشان في الناحيه هزود فيها فيلر وناحيه لا لا. طب لو الديفيشن بتاعي بقى جاي باين، يعني بقى زي النوز ذات نفسها هي اللي بقت جايه في جنب شويه، ده بيفرق في ايه؟ هتلاقي الشيك من هنا في ناحيه اعرض من الناحيه الثانيه، دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه بقى لما يكون عندي في سبتال ديفيشن، والسبتال ديفيشن ده يا اما ستريت يا اما اصلا جاي لعامل كده، دي بتفرق كتير. بتفرق في ايه؟ ان التب يبقى السبتال ديفيشن جاي كده والتب جاي في ناحيه، فانا لازم هضغط بفيلر من هنا عشان ازوق دي تيجي الناحيه الثانيه، وارجع اعدل من هنا لفوق بفيلر عشان اظبط الايه؟ الديفيشن بتاع الاي سب. فلازم قبل ما امد ايدي واشتغل اقعد اتفرج على المريضه كده شويه. وراك حاجه؟ لا قريب. خلاص؟ هنا بيورينا ان الكونتور بتاع النوز لازم يبقى ماشي مع الكونتور بتاع مين؟ مع التشيك. ما ينفعش ان انا اشتغل على دي واسيب دي، ما ينفعش اشتغل مع دي واسيب دي. الحاجه الثانيه اللي لها ريشن مع النوز مهمه قوي التشيك. تمام؟ ما انا ممكن اتليني افضل 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 اشتغل على النوز وناسي دي، دي تبقى ريجريس دلوقتي. خلاص زي ما هنشوف دلوقتي انا جايبه ولا لا. ده الريشيو اللي بيقيسوا بيه اللي هو الانكور ده، ده بياخد من هنا كده وينزل لتحت، المفروض ما يبقاش فيه سبيس بين هنا وبين هنا، تمام؟ بياخد لاين كده ولاين كده، تمام؟ ايه اللي بلاقيه بعد كده؟ حاجه من اثنين، يا اما في ريتروجنيسيا يعني المندبل راجع لورا هنا خلاص؟ وانا عمال اصلح فوق وسايب تحت. مش هتصلح، هيبقى شكلها مزريف خالص. تمام؟ او ان دي فيها بروجنيسيا، انا عمال اصلح فوق عمال اعمل بروجيشن عشان اساوي دي دي. فاهمة؟ يبقى هنا لازم مش هاجي مش هصلح هنا، انا اصلح هنا عشان احاول اقرب الدنيا من بعضها وبتبقى صعبه. دي هنا لازم بيخشوا بيعملوا ايه؟ الدكتور بيكحت الجون بتاع التشيم ويرجعه ورا شويه. هنا بيعمل امبلانت بيحطها هنا عشان يطلعها لقدام. يعني هنا بصوا النص تبان كبيره صح؟ المشكله مش في النص اصلا، المشكله هنا. فلما دي اتصلحت النص بانت ايه؟ اصغر. تمام؟ فاهم حاجه في النوز ابص على اللي حواليها الاول، وبعد كده ابص عليها شخصيا، ابص على السيرتر، وبعد كده هبص على الباند بتاعتي لما نيجي نشتغل عليها. طب ايه اللي بالنسبه للنوز ممكن اعمله؟ في حاجات كتير ممكن اعملها. الناس قالت ايه؟ البوتوكس، الفيلر، ثريدز عموما، والسيرجيكال اخر حاجه مش بتاعتنا. تعملوها؟ البوتوكس بيعملوه في ثلاث حاجات، يا اما في الباني لاينز او الهانسمنت اللي بتبقى زانوز محدش بيعملها. الثالثه برضو الريبيتد نزل فليرز، برضو انصحكم ما تعملهاش. اللي دايما الناس اللي بتحب تحرك المشكله كده تلاقي اقول لكم لفظ بالبلد كده فانشرت اتردد كده. خلاص؟ ماشي؟ الوحيد اللي ممكن هو البوتوكس اللي بيجي مع نتيجه البانجلايز. الاثنين دول حاجه ضعيفه جدا. وممكن تيجي تشتغل على دي كمان يعني من ناحيه هنا لو حصل انفلتريشن البوتوكس شويه نزل تحت كده هيأثر لك على السمايل. فبلاش يعني اشتغل البوتوكس دي بس. بص تعرفها هنا عشان بس ايه الناس دي اللي بيت النزل فيها لو سام تايمز البيشنت بازل وايدنج اوف زيت اسبرلس اما لازم الكونتراكشن اللي دي. وفي حاجه مهمه قوي 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 لما يجي لك مريض مخشوم من هنا خصوصا من هنا، ما تبصش عليه هنا بس، بص على بقيه وشه تلاقي معاه اكني سبيشال سايبر اكتيفيتي، ده لا بوتوكس ولا فيلر ولا اي حاجه، لا ياخد اي استراتيجيه. ماشي؟ ودي من ضمن الحاجات اللي كانت خليتهم في السعوديه هناك منعوا صرف الاستروجين من الصيدليات. يعني المستشفيات فقط. ليه؟ البنات كانت بدات تروح تاخد اي استروجين بس جاست ان هي عايزه تصغر النوز، وهي ما عندهاش اصلا في سبيشال سايبر. تاني حاجه الفيلر من الحاجات الظريفه جدا جدا في الفيلم. بيصلح لي ايه؟ بيصلح لي النزل من هنا، لو في ديفيشن شويه من هنا حته عاليه او حته مكسوره بيظبطها، لو في ديفيشن على جنب ده مهم قوي، تلاقي في ناس جايه عندها اكتيفيتي جايه على جنب كده، طب احقن هنا ولا احقن هنا؟ هو جاي كده شمال، احقن شمال ولا احقن يمين؟ ليه؟ احقن شمال عشان الفيلر يزق ايه؟ تمام؟ دي حاجه. طب لو عايز اصغر بقى المنطقه دي، تغش مني شكلك كده، بنحقن هنا تحت الى نظاري هنا وهنا وهنا بصغر المنطقه دي. السؤال الرد الطبيعي من البيشن ده انا هحقن فيلر بيكبر؟ لا
انا بدخل جزء من الاير ديزاين تحت. الحاجه الثالثه اللي انا بشتغل بيها الدكتور احمد زعل اول لما قلت له صح او استغرب يعني بلا ازاي ده مش معنى ان الريزلت كده لما جيت في القعده انا حضرتها بوتوكس بس المريضه كانت جايه لي ضد البوتوكس هي جت بتقول لي دكتور انا لازم اعمل بوتوكس وكده مش انت بتتكلم ودفعت 5000 لكن الدفعه كلهم يعني خايفه ان الفيلم ما يجيبش نتيجه اصلا دوم سمايل ودي حاجه الثالثه اللي انا عايز اقول لكم عليها مهمه قوي لما يجي لك حاله دوم سمايل على طول كده انت بتشمر ايدك وتخف البوتوكس وتشتغل يا اخي كلف خاطرك بس كده بص على المسافه بين النوز وبين الايه بص المسافه دي تحط صابعك كده في ناس بتيجي تحط كده بس بالجنب ما بيدخلش اصلا لو شورت ابر ليب لو ضغطتك تحت البوتوكس من هنا للسنه الجايه مش هيجيب نتيجه ما هو المسافه قصيره انت هتنزل ايه ها دي حاجه الناس اللي هتسافر بره حاجه مهمه قوي كلهم بيتجوزوا من بعض فعندهم ايه حاجات كده ديفورمتيز غريبه ودي برده مش هتلاقي حد هيعمل كتير الابر المنزل عموما الكيرف بتاعها مرسوم سموس هم عندهم لا بتلاقيه حاد فدي طالعه لبره ماشي يعني جاي الرسمه بتاعتها كده ما هيش جايه مرسومه كده فالبوم لما بيجي الرسمه بتاعته كده كيرفت قوي يزق الشفايف يطلعها لفوق يبقى عندها شبه جام سمايل دي تتحسن انك تحقن زي ما هقول فيلر بطريقه معينه البوتوكس ما بيجيش فيها اي نتيجه تماما خالص الحل الثاني النهائي بالنسبه لها بتعمل ايه بقى؟ تكون لايه؟ مش للاسنان تكون للفك يخش بالتراكتورز من جوه بتركب كده من فك يبدا يوسع سنه سنه لحد ما ايه يريحه كده فالجلد ينزل كده بس فهي دي الفكره يعني عشان بس الناس لما تسافر مش كل حاجه جام سمايل معظمهم هناك عندهم جام سمايل تمام؟ هو البوتوكس يعني لو كانت المسافه كبيره حقيقي لو صغيره مش عارف لو مسافه كبيره على فكره ممكن تنزلها الدلدل انت شكلها زي الشمسيه شفتي؟ مسافه طبيعيه انا عموما حالات كل حالات الجام سمايل بشتغلها كده ما بشتغلش بوتوكس خلاص بقى دي هنا بصوا نازل هامب هنا ودي شايفين البون طالع قد ايه ماشي دي حلقه يعني كانت للفيلر كويسه جدا تمام دي هنا ما كنتش عامل الشيكس ماشي مش عامل الشيكس احنا هنبص على حاجتين شكل التشين هنا مع تيجو زاموس والايه والايرا نزار ونبص هنا ايه اللي حصل نضرب دي فيلر ماشي يعني انا هعمل فيلر هنا الاذر سايد وهتبصوا المسافه دي قد ايه والمسافة دي هنا الفيلر ماشي اتفقنا يعني انا حقنت فيلر في المنطقة دي ظبطت حجم السايز اوف زانوس دي حاجة رفعت التوب اوف زانوس والسايز بين الايه النوز والجنتل نفسها يبقى انا ظبطت الريشيو اسمه ايه جولد ريشيو كده ارتحت المنظر اكتر دي حاجة تاني حاجة طبعا احنا كنا عاملين لها خيوط فالايدنتيشن بتاع الايه ماندو هنا بان فتحس ان ده انا طلعت لقدام. ما عليها مش مشكله. ايه؟ مش هينفع. ما هو لازم تغش كل حاجه مش هقول. ثريدز بقى يعني اللي بيتقنها في النوز هيرتاح لان برضه الفيلر فيها في اماكن بتبقى صعبه شويه. دي ما نيجي نبص شايفين البروجيكشن في الجنب ده؟ نبص من الجنب الثاني. الصورة مش واضحة صح؟ جايبها لكم تاني. دي هنا وفي واحدة زي الناحية التانية، بس على الناحية الرايت في بارزة أكتر من الناحية الليفت. تمام؟ دي شكلها بعض الخيوط. دي الدخلة بتاعت الخيوط. أعتقد إن أنا جايب فيديو ليها ولا دي دي بنشوفها كتير. أدي المنظر من هنا، العرض قد إيه؟ وأدي البوم من هنا عريضة، في دي البريست، في هنا هامب موجود. ماشي وفي طبعا النوز بيسموها المعكوفه يعني مقلوبه اللي هي فانا عايز ارفع دي واسكر دول واخفي ده. ثلاثة في واحد. ايه ده ماشي مش فيلر خالص. ممكن تتحسن من فيلر بس بعد 6-9 شهور وهيختفي حتى لو برضه لو كروس لينكد او مش برضه لان هنا المشكله كلها في حاجه ان الفيلر هنا بيهرب مني المسافه كبيره عليه مفيش حاجه ماسكاه خلاص ده غير بقى ان الانفايرمنتال كله حواليه ده انا عندي سكين وتحتيه البون والفيلر في النص خطه كده هي واحده بعد ما عملت خيوط بعدها بتسع شهور بتقول له الخيوط مش مظبوطه قلت لها كانت مظبوطه وانت ماشي لما جيت قلت له اصل مش عارف كنت وقعت على ايه ومناخيري اتكسرت بتحاسبني على ان حصلت لها حادثه ومناخيرها انكسرت تمام فالنوز من الحاجات اللي شغل الفيلر فما بيقعدش كتير عشان الانفايرمنتال كل
التشينجز موجوده حواليك، سواء كان بقى ثيرمال، كل حاجه موجوده. ده الشكل ده هنا فيلر بالنسبه لايه؟ لمنطقه الراس. فبنحقن دايركت تحت الارنزم. مشكله المنطقه دي هنا في عندي البيزلز، بصوا كده صابك تحت ايدي كده خدتها امبارح، قال امبارح تحت ايدي هنا مباشره، انا بدخل منها واخش ميديا عشان ابعد عن المكان ده خالص. ودي انا هقول لك التكست بتاعت الفيلر دلوقتي، فكروني عشان ما انساش. انا هقول وما انساش، صح؟ بلس حد هنا السايد ده، دي هنا لسه مراد الدكتور بحقن هنا دي عشان يكون سمايل، ماشي؟ زي ما الدكتور مصطفى في ناس بتحقنها كده، بس دي مشكلتها في حاجه، انت ممكن الليفل بتاعك يجي سوبرفيشال شويه تلاقي نفسك عملت النوز كده لفوق وشديت الفتحتين شكلهم مصدري، بوظت الكيرفيتشر بتاع الالمزار، ماشي؟ انا بقول لك لو هنا هيرفع، ممكن لو غلطت في الليفل هيرفعها كده، عشان كده انا بدخل كده، تمام؟ على حسب الحاله هي ما تفرقش قد ايه بالنسبه لي. دي الحاله بصوا بقى هنا شايفين اظن البون واضح، واضح ولا مش واضح؟ ده شغل الخيوط، طبعا بتاخد انستيزيا قبلها، اي شغل خيوط زي ما قلنا بتاخد انستيزيا قبلها. نوسع، الله افتح. هعملها قدامكم النهارده، الدكتور رضا معانا صح؟ رضا هي حاله اللي سلمت بتاعت امبارح بتقول ان البلوك، معلش ما كانش مكانها هنا اصلا، انتوا خدتوا حاجه اكسترا امبارح. لسه على فكره الجوز بتاخد اقل حاجه ثلاثه. في ناس بتقول شركات عامله ثريدز للوز مخصوص عشان المقاس، انا بشتغل بالكيلو، ماشي؟ عشان مش زي ما انا عايز، ده الاولاني. فين التاني؟ ده 19 كوب، اشتغلت مره ب 18، دي كانت حاله اصلا عامله ثلاث عمليات في النص. دي بعد ال بعد ال بس كده احنا اتكلمنا عن نص حلو ولا عايزين حاجه ثانيه؟ بص بالنسبه للفيلر عشان احقنه وابقى مطمن، اول حاجه هحقن على بور، تمام؟ او اول حاجه في الاول عشان لازم امشي اسحب واستنى بعد ما اسحب، يعني ما اسحبش واقوم جاي حاقن، لا اسحب واستنى شويه، ممكن يكون جنبي ايه؟ اقدر كده ارفع شويه، فايه قليل الادب ما بيجيبليش الدم على طول، او البلد فلو بطيء شويه فمش عارف يرجع معايا، فاستنى شويه وما استناش كتير، اصل السكشن بتاعي لو انا ساحب كميه هواء كبيره ممكن تسحب لي الارتر جوه برضه. كمان دايما يكون السن بتاعي زي ما قلت لكم كبير، ما يكونش رفيع، الرفيع ده ممكن يكون مسدود فيرتيكال وفيلر وانا جوه الارتر وما يسحبنيش، فخلي بالك من الحته دي، يبقى دايما الجود بتاعي يكون كبير، ماشي؟ يبقى هسحب واستنى واحقن بالراحه، اهم حاجه احقن ايه؟ فيل ستوري. بص دايما ما تحاولش ان تخدر العيان قوي، ما تخلوش ايه؟ هاي الاناسيزيا كده ان هو بحس انه يروح يتانيه طول اليوم متخدر، لا. هتدي له اناسيزيا خفيفه كده وبلاش خالص، دايما لما تحقن على بونا ما بتحتاجش اناسيزيا اصلا. بحيث ان المريض لو روح يعني دخلت في ارتري ولا حاجه يبدا يحس بالبين، يبدا يقول لك اهو ما يشتكيش من البين تاني يوم. اصل تاني يوم ده انت خلاص مصيبه حصلت. يعني العيان لو راح في اول يوم او بالليل، انت دايما بتشتغل بالليل وحصلت مشكله في ارتري وهو نايم كويس مفيش بين والبين بتاعه في الاول ما يبقاش حاجه صعبه قوي، تاني يوم يبدا يظهر، لا ادي له انسجه خفيفه كده واحقن بحيث ان على ما يروح البين تكون اختفى، لو في حاجه يرجع لك. ودايما لما يكون المريض جاي لك من منطقه بعيده خليه كده دايما يبقى قريب منك في الاول، ماشي؟ عشان لو حصلت مشكله تعرف تحلها. يبقى هنسحب استنى نحقن بالراحه، ما نحقنش كميه كبيره مره واحده، خلاص؟ واحدة واحدة. أنت يعني مش العين مش عاجبه يمشي. أنت اللي هتتحمل المشكلة مش الشغل. هيقول لك طب أنت الدكتور ما قلتليش ليه؟ لازم تسمع كلامي؟ لا. واحدة واحدة. كمان أحقن على بون. لما بحقن على بون أنا بعدت عن أي مشكلة على الإطلاق. بالنسبة للشفايف ما عنديش بون أعمل إيه؟ دايما زي ما إحنا قلنا كده، كل الكلام اللي في الأول دايما بخش بالبيفل بتاع الإيه؟ النيدل بس. طب لما باجي أعمل التورنج دايما او بعد ما ادخل من هنا بخش بالليفل بس تكه صغيره بعدها، خلاص؟ ليه؟ هبعد عن الليفلز اوف فيزنس برضه، تمام؟ كونتورنج طبعا انا بدخل في الايه؟ الابره كلها، بس انا داخل وعارف الليفل بتاعي انا داخل فين،
ماشي يبقى حد وصلوه خلاص ولا نبدا تاني نبدا نشتغل.